مرحبا بكم من جديد. ذكركم اللي ضيوفنا الليله باش يكونوا كل من سمير الشفي الامين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، وايضا يوسف طرشون رئيس كتله الخط السيادي بالبرلمان. قبل ذلك مواصلين اخبارنا، وبدعوه من الاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور عدد من المنظمات الوطنيه والاحزاب ومكونات المجتمع المدني، اليوم انتظمت مسيره شارك فيها العشرات من التونسيين دعما للشعب الفلسطيني. اكثر تفاصيل في هذا التقرير لأمنة سليتي. هذه أبرز الشعارات اللي رفعت اليوم خلال المسيرة اللي جيت مناصرة للقضية الفلسطينية بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل. هي مسيرة يشارك فيها المنظمات الوطنية والأحزاب وعدد من مكونات المجتمع المدني اللي تجمعوا تحت راية اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين. هذه انطلاقة أولى لجملة من التحركات في مستويات مختلفة، فيها الدعم المادي، فيها الدعم المعنوي، فيها تنويع كل الفعاليات والتظاهرات من أجل إرسال رسالة إلى العالم أن الشعب العربي مع الحق الفلسطيني، وأن الفلسطينيين ليسوا معزولين، وأنه يجب وقف حمام الدم اللي تقوم به الصهيونية. تعددت أشكال دعم القضية الفلسطينية، لكن من أبرز المطالب اللي أصبحت مطروحة الآن هي الإسراع في سن قانون لتجريم التطبيع ومقاطعة كل من يبرر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وذلك لاستكمال كل وسائل دعم القضية الفلسطينية. رسالتنا أننا ملتحمون، كما قلت تونس سلطة رسمية، حكومة، رئيس جمهورية وشعب ومنظمات، من أجل دعم القضية الفلسطينية، من أجل دعم المقاومة، من أجل دعم الحق، لأن هذا هو الحق. الحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه وحقوقه المسلوبة، وحق العودة، وحق إقامة دولته وتقرير مصيره وعاصمتها القدس. هذه هي ونريد كذلك أن نطالب بالإسراع في تجريم التطبيع. الشعب الفلسطيني محتاج لنا، هذاك علاش نحن نقوله لا أقل من قانون لتجريم التطبيع. وراي ما هيش فدلك قانون تجريم التطبيع باش نعزلوا الكيان الصهيوني، باش ما خلوش هو يتسرب. اجماع على الإشادة بموقف تونس من القضية الفلسطينية شعبيا ورسميا. تونس أصبحت مرجعية للدفاع عن الحق الإنساني والحق الفلسطيني بشكل خاص، وهذا أصبح واضح. مسيرة مناصرة للقضية الفلسطينية لا تختلف عن الموقف الرسمي لتونس، والذي تدعم أخيراً بالتحفظ على كل ما جاء بنص قرار جامعة الدول العربية، والتأكيد على أن فلسطين ليست ملفاً أو قضية، بل هي حق للشعب الفلسطيني. إذن كانت هذه المسيرة اللي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل. شفناها أيضا عمادة المحامين حاذا، العديد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية كانت حاضرة. فقط للتنويه، غياب الأمين العام عن هذه المسيرة، وذلك بسبب انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات، وقد تم انتخاب أمين عام جديد، كما تولى الأمين العام استعراض الوضع في فلسطين و بحضور سفير فلسطين الأمين العام في مؤتمر الاتحاد العربي أو الدولي للنقابات. يقول على النقابات الدولية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، تقريبا تركيز كبير على القضية الفلسطينية في هذا المؤتمر. اليوم يظهر لي تونس في الاكسبسيون في حكاية أنه القرار الرسمي داعم للموقف الشعبي، والموقف الشعبي داعم للقرار الرسمي. هو صحيح فما التحام كبير في المسألة هذية، وممكن في منحة آخر سوسيولوجي نتناولوه بالتحليل في فرص قادمة، معناتها أفروا كيفاش إحدى عناصر وحدة الشعب التونسي موجود على بعد آلاف الكيلومترات، لأنه في آخر الأمر في المسيرة هذية أولا على المستوى العددي ما نتصورش فما حزب ينجم يخرج العباد هذوما كل العدد هذايا نهار خميس نص نهار وما نجموش بالضبط. ومن ناحية أخرى في متنوعة جدا، معناتها الناس اللي كنا نشوفوا فيهم والناس اللي حضروا في المسيرة هذية ناس مختلفة بين بعضها في مسائل جوهرية، ولكن في آخر الأمر تلمهم مسألة فلسطين. و
من دواعي الفخر الحقيقة في تونس هو أنه يكون فما هالموقف الرسمي هذايا، ولو نجموا ننقدوا سياسات رئيس الجمهورية وتصرفاته في عدد كبير برشا من المواضيع، إلا في الموضوع هذا يظهر لي الكلمة واضحة والسياسة واضحة ومنسجمة تماما مع نبض الشارع التونسي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجب أيضا أنه نذكروا أنه نفتخروا زادة بأنه ما فما حتى بلاد في العالم يمكن زايد على تونس في مسألة القضية الفلسطينية ومساندة القضية الفلسطينية، وهذا صحيح تاريخيا في عدد من المناسبات اللي سي خليفة جاء عليهم بكري. فبالتالي هذا لحظة متاع وحدة، لحظة متاع التحام بيناتنا ساعة في قضية عادلة وقضية مظلمة القرن بطبيعة الحال، اللي ممكن نجم نبنيه حاجة على أساس هالوحدة هذية وعلى أساس الإحساس أنه ما نقبلوش بالظلم في بلاي سخرين. مع العلم أنه رئيس الدولة التقى أمس وزير الدفاع الوطني عماد مميش، ومن بين المواضيع تم التطرق بالأساس إلى توفير طائرات عسكرية لنقل مساعدات لفائدة الفلسطينيين، هذا أبرز ما تم التطرق إليه، أيضا أدوات جراحة، دم، وليدات كهربائية ميدانية. وفي الأثناء اللي نقرأ لكم فيه في الخبر هذايا خبر عاجل عن وزير الطاقة الإسرائيلي يقول لن نشغل الكهرباء ولن نضخ المياه لقطاع غزة ولن نسمح بدخول أي شاحنة إعانات حتى يطلق سراح كل الأسرى الإسرائيليين. خليفة، منتظر، هذا هي تقريبا هما يسارعون بمبدأ، هو للأسف احنا اختلفنا في عنوان المعركة، كأنها معركة وجود بالنسبة للإسرائيليين. وكعليش قلت لك هذه المرة تقريبا كانت فاجعة بالنسبة إليهم، طبعا بمنطقة مروعة مفاجئة بينت كذبة إسرائيل قوة لا تقهر، وأصبحت المسألة إليهم مهددة في مستوى كيانهم، استنفار على المستوى السياسي لأنه المستقبل السياسي لقادة إسرائيل في الميزان، وعلى المستوى الميداني هناك حالة من الارتباك عند ما يعرف أو ما يسمى بشعب إسرائيل، لأن هناك طلبات للهجرة والهروب من هذا الكيان. وتعرف أنه تقريباً أكثر من 90% من سكان إسرائيل مزدوجي الجنسية، هذوما كلهم يعيشوا مزدوج الجنسية، والانتصار الفلسطيني في المعركة هذا ثبت فكرة أصحاب الأرض وهدد نفسيا أريحية هؤلاء القادمين إلى فلسطين في الاستقرار هناك، وبالتالي يفكروا في الهروب. لذلك إسرائيل سيكون ردها قوي. ثانيا على المستوى المنطق كل هناك توقعات فعلية وجدية أن تتوسع رقعة المعارك والضربات في اتجاه سوريا، في اتجاه ربما إيران، في اتجاه ربما لبنان، استعراض للقوة وامتصاص كذلك واستعداد للحرب البرية الآن القوى الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ارتباط بحملة انتخابية على الأبواب. على المستوى التونسي حاب نقول أنه فعلا كل القوى السياسية، كل الناس مواطنين، احنا نقول شعب تونس كله واضح في هذا الموقف في علاقة بالقضية الفلسطينية. يبقى أنه هذا درس كذلك لكثير من الأطراف السياسية طيلة السنوات الماضية، وقت اللي بدأت نستحكي على أهمية تجريم التطبيع والتلك في التعامل مع هذه المسألة والتعطيلات اللي شفناها على مستوى مجلس النواب السابق، باش ما يمرش هذا القانون في اعتقاد منهم، كي ممرش قانون تجريم التطبيع وفي اعتقاد منهم تتم المجاملة للسياقات متاع الحديث مع إسرائيل وغيرها، سيستمدون أنفسهم في السلطة اللي هي مسائل واهية. السلطة راهي في تونس، يقرر هذا الشعب التونسي ويطيحك وقت اللي يقرر باش يطيحك، وتاخذ قرار إسقاطك يسقطك، ما عنده حتى علاقة بالسياقات. هذا الآن محمول على مجلس النواب الشعب الحالي، واجب النظر في هذا الموضوع اللي باش ينتظروا الشعب التونسي ويحسموا، بعد باش نناقشوه طبعا مع ضيفك تنشوفوا كيفاش المقترحات ومشروع القانون بالضبط. يلا رياض، مسيرة اليوم كيف تابعتها؟ بداية مليك قبل ما نرجع للمسيرة، ما يلزمش راو المستجدات على الأرض الآن في قطاع غزة تنسينا في كونه راهي المقاومة الفلسطينية حققت انتصار كبير وحققت عملية بطولية نوعية يوم السبت الماضي. بالضبط. وللآن راي ما زالت معناتها المقاومة نجحت في تحقيق توازن الرعب، ولا زالت المستوطنات تقصف، ولا زالت المقاومة تقاوم، والمقاومة مستمرة وستستمر إن شاء الله
من أجل معناتها أنه ما يتمش زيادة إحباط عزائم الشارع العربي والمواطن العربي. لكن فيما يتعلق برد العدو الصهيوني فهذا في الحقيقة كان منتظرا بعد أن جن جنونهم بعد هذه العملية. وأعتقد أنه بقطع الماء وقطع الكهرباء وقصف كل شاحنة تحاول نقل المساعدات إلى قطاع غزة هي محاولة يائسة بائسة من هذا الكيان الغاصب المحتل لترميم صورة ذلك الجيش الذي لا يقهر ولكنه قهر بسواعد أبطال المقاومة. فيما يتعلق بتونس فالحقيقة ليست هذه المسيرة فقط، وإنما تقريبا منذ العملية شفنا معناتها الوقفات الاحتجاجية وشفنا تحية العالمين التونسي والفلسطيني في المعاهد والجامعات وشفنا الحركات الرمزية في الشوارع التونسية من إضاءة بعض الرموز في تونس بالعلم الفلسطيني، وكان الموقف الشعبي سجم أيما انسجام مع الموقف الرسمي التونسي. وفي النهاية موقف تونس في الوطن العربي وفي العالم كان تاريخيا استثنائيا قويا وأكثر من مشرف، وحتى التحفظ على بيان الجامعة العربية كان تحفظا جملة وتفصيلا، وذلك ما سيحفظه التاريخ لهذا الجيل وللأجيال القادمة. فقط مليك باش العباد مرة أخرى تفهم مدى تغلغل الحركة الصهيونية في كل الأحزاب في كل المنظمات على مستوى النخب على مستوى الدول على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى وسائل الإعلام. أتو يجي بعد معناتها سي سمير الشفي ويحكي لنا كيف أن السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في وين؟ في الاتحاد العالمي للنقابات العمالية تقريبا بصفته ممثلا للمنظمة الشغيلة التونسية تقريبا كان يعزف منفردا في الدفاع عن الحق الفلسطيني. معناتها حتى هذه النقابات العمالية زد التي تتحدث وتطنب في الحديث عن الحقوق تخلت عن أهم حق في العالم اللي هو حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وحقوقه التاريخية. نفس العباد ذوما تلقاهم يتشدقوا وتلقاهم يعطيوا في الدروس للمنظمات الأخرى وللدول الأخرى من أجل ابتزازها وابتزاز أنظمتها الوطنية. المسألة الأخرى زاد اللي نحب نركز عليها ملاك، احنا صندوق النقد الدولي 1.9 مليار دولار على 4 سنين يبتز فينا توا عنده عامين ولا ثلاثة وقريب مش يعمل لنا حرب أهلية وشروط مجحفة في علاقة برفع الدعم والتفويض في المؤسسات العمومية وغيره. أه؟ 4 سنين والتو ما عطاهم نهزوا سوريا ذوما والاتحاد الاوروبي انا نشوف شنو هو عامل. ولكن الولايات المتحده الامريكيه في رمشه عين تسيب للكيان الصهيوني 8 مليار دولار وتبعث الاموال وتبعث الذخيره وتبعث البوارج الحربيه وتبعث الطائرات وكل الدول الغربيه المتحالفه هذه الان لا تتورع حتى عن الدخول في الحرب بشكل مباشر ضد الفلسطينيين. حيت نسمعوا جهاد أزعور، حضرونا جهاد أزعور باش هذه النخب حتى الموجودة في تونس راوة طابور الصهيونية في تونس ما يغلطوهمش. هاد جهاد أزعور باش تفهموا اللي راوة فهم لا ديمقراطية لا حقوق لا حريات مدير إدارة وشعارات لتخديركم لا أكثر لا أقل. مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور يقول أنه الصندوق ما تلقى حتى اقتراحات جديدة من السلطات التونسية للقرض هذا نتاع 1.9 مليار دولار مشددا على ضرورة إصلاح الدعم. يقول يشكل عبء ولا يوفر عدالة اجتماعية، لكن يحكي أيضا أن المحادثات بين تونس وصندوق النقد ما زالت متواصلة. نسمعوا بعض. بالحقيقة التواصل ما زال قائم بين الصندوق وتونس، ومن المتوقع أن يكون هناك زيارة لبعثة الصندوق لإجراء ما يسمى بتقييم المادة الرابعة Article 4 Consultation، وهو كما تعلمين إحدى المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من المهام بما يتعلق بالتعاون أو التكنيكال أسيستنس الدعم التقني لتونس حول مجموعة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي.
هذه هي الأوضاع حاليا بما يتعلق بالتعاون بين صندوق النقد وبين الحكومة التونسية. يقول لك جايين بينتو بعثة عن الصندوق لتونس، المحادثات ما زالت مستمرة، أما راهو التوا ما وصلتناش اقتراحات جديدة من تونس، وما زالوا شادين صحيح في أنه ضرورة إصلاح منظومة الدعم من بين الشروط اللي يلزم تستوفيها تونس من أجل الحصول على 1.9 مليار دولار. ويظهر لي تونس لن تقدم ملفا آخر أو ملف معدل في المسألة هذه، لأنه من الواضح أنه الخلاف سياسي، لأنه على المستوى العملي والمستوى الاقتصادي تحصلنا على يعني اتفاق الخبراء، وهذا ما كنا نجم نواصله فيه. تبقى صحيح وأنه فما مشكل متاع دعم في تونس، صعوبة الوضع الاقتصادي ووضعية الميزانية الدولة التونسية تخلي، وأنه يعني الدعم قد يرزن أكثر فأكثر على ميزانية الدولة، وهذا يعني مشكل كان من الأجدر التفطن إليه ومعالجته من بالإفمي ولا من قبل الإفمي، لأنه في آخر الأمر راو كل المشاكل التي يسطر عليها صندوق النقد الدولي أو اللي نجموا حتى نعتبرها إملاءات في قراءات أخرى، رأي في حقيقة الأمر مشاكل هيكلية كان من الواجب على الحكومات المتعاقبة خاصة بعد الثورة أنها تعالجها، وأنه يكون عندها الشجاعة السياسية باش تخدم على مسائل من النوع ذا. لكن نحن نعرفوا اللي السنوات الأخيرة هذه كل، وحتى التوى مازال متواصل التصور هذا في قراءتي على الأقل، مسائل يعني سنوات سياسية بامتياز اللي ناخذ فيها بعين الاعتبار مدى الرضا الشعبي على المسائل هذه. ومن المعلوم أنه كان مش نخدمه على المؤسسات العمومية، كان مش نخدمه على الدعم، كان مش نخدمه على كتلة الأجور سواء بالتجميد أو بآليات أخرى، هذا ما هوش مش يكون مقبول شعبيا، ومن المرتقب أنه يدفع ثمنه انتخابيا. فبالتالي حتى حد ما صدم كما نقوله على إصلاحات من النوع ذا. اليوم نجي يعني يقولوا لنا عليهم الإفمي ولا نخموا فيهم وحدنا ولا هذا كله نعتبره تفاصيل، طالما ما دخلناش في عملية إصلاحية شاملة في مسائل ما تنجمش تتواصل بالطريقة هذه، خاصة الدعم اللي هو على كل الألسن. الدعم من الواضح أنه ما هوش ماشي لمستحقيه، من الواضح أنه من غير المعقول أن نتعداه بين 2022 و2023 من 12 مليار دينار إلى 8 مليار دينار بالضرورة، فما عباد باش تتضر في مقدرتها الشرائية. فكان من الأجدر أنه كما نقولوا بالتونسي يعني نحلوا المشاكل هذه في الوسع، مش توا وقت اللي ما عادش عندنا حتى خيار آخر. رياض ولي مليك، موضوع صندوق النقد الدولي في الحقيقة حكينا عليه برشا وتقريبا ما فماش جديد، معناتها احنا بيدنا نقول واللي راهو المفاوضات والنقاشات والحوارات مستمرة بين الحكومة التونسية وبين صندوق النقد الدولي، وهذا ما فيهوش إشكال. شريطة أنه صندوق النقد الدولي كذلك يعدل من سياسات ويعدل من الأطروحات اللي قدمها، لأنه هو من المفروض جعل لمصلحة الدول لا ضدها. مش من المعقول في شيء أنه في ظل وضعية اقتصادية ومالية تعيشها بلادنا وربما كانوا هما من بين المتسببين فيها، يطلبوا علينا اليوم إصلاحات بين ظفرين حتى لا نقول إملاءات، من شأنها أنها تهدد السلم الأهلية والاجتماعية وتضربها في مقتل، بالحديث عن رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية. احنا رافضين هذه الإملاءات رياض، هاو يقول لك لليوم ما زالت مستمرة ولليوم الوفود قاعدة تمشي ولليوم النقاشات هي المفاوضات هي المفاوضات معاهم في اتجاه تعديل سياساتهم. احنا هذا ما نطلبه من صندوق النقد الدولي، أن يعدلوا من سياساتهم، أن يعدلوا من تصوراتهم، أن يعدلوا من رؤيتهم تجاه الدول وتجاه هذه الشعوب. الشعب التونسي يخليهم يتحمل التفويت في المؤسسات العمومية واللي يتحمل معناتها رفع الدعم تي هو، هنا نشوفه احنا في غلاء الأسعار وهنا نشوفه في فقدان المواد الأساسية، وتزيد ترفع عليه الدعم وتزيد تفوته في المؤسسات العمومية وتزيد ما نعرفش تسرح معناتها عدد من الموظفين للتحكم في كتلة الأجور ولا أدري ماذا.
هذا من شأنه أنه يهدد السلم الأهلية ويهدد السلم الاجتماعي، وبطبيعة الحال ثمن ذلك سيكون وبالا على هذه الدول نفسها، لأنه يا أخي الشعب التونسي وقت اللي يكون فما حالة من انسداد الأفق أمامه وأمام شبابه وأمام الأجيال القادمة متاعه، شنو مش يعمل؟ ما باش يحرق أوروبا. هذا اللي ما حبش يستوعبه العقل الأوروبي، وهذا اللي ما حبش يستوعبه العقل الغربي عموما، أنه راهو أي حالة عدم استقرار أو فوضى، أي حالة عدم استقرار اقتصادي مالي أمني في تونس لن تدفع تونس الثمن لوحدها، رغم هم باش يدفعوا كذلك الثمن. تينا نشوفوا احنا معناتها تقريبا الاف ان لم نقل عشرات الالاف، سواء من المهاجرين الافارقه اللي يتخذوا من تونس نقطه عبوره، وحتى التوانسه بيدهم اللي باقين يهاجروا من الخير هما. يلا باهي، وانت تحكي على الاتحاد الاوروبي، البارح كان اجتماع بين رئيس الدوله، رئيس الحكومه، وايضا وزيره الماليه. رئيس الجمهوريه خليفه تطرق لمساله ال 60 مليون هكا 60 مليون اورو، اللي المبلغ اللي قال وزير الخارجيه انه تمت اعادته للاتحاد الأوروبي بعنوان مقاومة جائحة الكوفيد، تم إعادته نهار 9 أكتوبر نهار الاثنين المنقضي. يقول الرئيس أنه تمت إعادة هذا المبلغ دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة الكوفيد، لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، وشعب تونس يرفض المنة تحت أي عنوان. ثم حاجة فهمناهاش خليفة، تم إعادة المبلغ دون علم السلطات التونسية، ما نعرفش فهمتوا كيفي ولا ما فهمتوش، لأنه معناتها دون علمها سواديزو، معناتها تصب بعنوان المساعدة دونك في جائحة الإعادة بعلمنا، خاطر حكى في وزير الخارجية السلطات هي اللي رجعتها. يلا تفضل خليفة. أنا نعود إلى الصندوق ثم نربط بهذا. أنا أعتقد في تصوري كان فهمت مش وارد في ذهن رئيس الجمهورية قرض صندوق نقد الدولي، أنا هذا أعتقد وكان يلمح لذلك في أكثر بمناسبة بالعنوان الكبير الاعتماد على أنفسنا، ماهوش في قناعته أنه قرض الصندوق هذا باش يحل لنا مشاكلنا، وحتى النظريات تعتبر أنه هذا القرض مدخل لعلاقات بينية في مستوى القروض، قلت مش بالضرورة إذا كانت تحسنت علاقاتي مع دول أخرى وربما تكون هناك أفاق أخرى. ثانيا هناك قناعة أخرى على مستوى التحليل تقول أنه سي جهاد أزعور يحكم في الصندوق، وش دخله في الصندوق؟ ما يحكمش في الصندوق، الولايات المتحدة تحكم في الصندوق، الناس كل تعرف هذا، وأنه القرار في مجلس الإدارة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية نافذة على مستوى مجلس الإدارة، وتربط ما هو إجراءات فنية وتقنية وحسابات مع حسابات سياسية واضحة، وبالتالي خاصة بعد الموقف هذا في علاقة بالقضية الفلسطينية، أنا والله لا أرى ممكنا هل القرض هذا، ويتحدث السيد جهاد أزعور عن المفاوضات، شفتهاش وقتها شفت المفاوضات، ثم حتى شيء من المفاوضات، راهو هذه اجتماعات فنية خريف جيو فيها خبراء، تو عندك أكثر من خبير، معناها كان يجينا للبلاتو هنا موجودين غات ما فماش مفاوضات هكا بين الدولة التونسية وفود الدولة التونسية، في فلسفته الاعتماد على أنفسنا، بدأت هي تدريجيا والمتاعب موجودة، كان على قاعدة الإصلاحات هي متاعب موجودة، كان مش على قاعدة الإصلاحات، احنا هل نعيشوا فيها المتاعب تو، لا احنا في المستوى المقدرة الشرائية وتوفر الأدوية وتوفر المواد الغذائية وغيرها نعيشوا في النقص ونتحملوا وماشيين في هذه الوضعية وقاعدين نعيشوا فيها حتى على مستوى الدعم نعيشوا فيه، والتحكم في الميزان التجاري قاعد يتحسن هذا التحكم من حين لآخر، سداد الديون يقول لك انا خلصت جزء 84% من اصل الدين وقاعد نمشي بالتدريج لفرض علاقات اخرى كما قلت لك بينيه ربما مش تكون حل، ثم خبراء يتخوفوا في صوره ما عدم حصولنا على هذا القرض ربما مش نجد صعوبات في قادم الايام، هذه مقاربات بين خبراء في هذا الاتجاه، خبراء في ذاك الاتجاه، ولكن حتى العناوين الكبرى الاصلاحات هما يكذبوا، كما قلت لك قبيله حكوا على فلسطين والسلام، هاو عندهم ابو مازن شيم في حماسهم، هاو ابو مازن كما تقول انت الاصلاحات الواش تستنى فيه؟ احنا تو ما عندناش اصلاحات قاعد تجرى، مش ناخذوا في الباكيت ب 250 و500 و400 و600 ما هو داخل في سياسه الاصلاحات، يا اخي زيت الحاكم موجود ما هو داخل في سياسه الاصلاحات، خي ليسونس مش قاعدين نزيدوا فيه من حين لا، هاو داخل في سياسات هي يعطيونها القرض وكان يحكي اصلاحات وبدينا خطوه هي مشات الدوله التونسيه في خطوه هاو نقص الادويه هذا تشوفيه ونقص التوريد ونقص هي الاصلاحات الحمد لله ما دخلناش الاصلاحات كما ينبغي يمكن يقع الاحتقال الاجتماعي ونطردوا الخدامه بالالاف المؤلفه من المؤسسات ونسكروها ونبيعوها و لكن الدوله التونسيه مشات تدريجيا في مقاربتها طبعا وزير التنميه والاقتصاد والحكومه وغيرها كاننا ماشيين في هذه الاصلاحات غير معترفين ثم مشكل في علاقه بالنظام السياسي مش قابلين
مش ما أمين أو تو آخر يقدم يقول فلسطين، كل فلسطين هما توا في بالك معنا قابلين باش صفقوا عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. هك شفت كي ضربت العركة بالرسمي، هك شفت المواقف الغربية، ثمة مشكل في علاقة بالنظام السياسي اللي موجود. هذاك هو ثمن معين لخيارات معينة باش نعيشوا في المتاعب، لكن ماهيش نهاية العالم. مش كان احنا الدولة الوحيدة ما عندهاش قرض من الصندوق. يا سي خليفة باش تشوف النفاق، معناتها عطاونا 60 مليون دولار رجع ولا اورو، واعطوها لنا في 2021 بعنوان مساعده لمجابهه وباء كورونا. وباء يا ابو قلب، اعطونا فلوس، اعطونا فلوس باش يساعدونا لمواجهه وباء. معناتها حتى اخلاقيا من المفروض ما تحكيش على المبلغ تاعها والزهيد هذا، خاصه حينما يتعلق بانه نجابوا وقتها في وباء. يحكيوا اعطينا لتونس 60 مليون اورو، الامريكان الكيان الصهيوني في نهار مسيبين 8 مليار دولار، وباعثين الطيارات وباعثين البوارج الحربيه وباعثين الصواريخ، ومستعدين حتى باش يدخلوا معناتها يجتاحوا معاهم ويعملوا الغارات معاهم ويقصفوا معاهم. معناتها هذا هو الكيل بمكيالين، وهذا هو النفاق. احنا الحاجه اللي نطلبوها، وكان فما درس يلزم نستخلصوه ويستخلصوا الشعب التونسي، هالنخب نتاعكم وها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والسفارات والمنظمات والأحزاب وكذا، اللي مازال يحكي لكم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ويربطها لكم بحكايات أخرى، قولوا له ركز فيه وكذاب. يلا بعد لحظات ضيفي يكون سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، باش نستقبلوه بعد هذا التقرير لزميلنا اسكندر العلواني اللي اخترنا باش نرجع فيه للذاكرة شوية إلى الوراء، أبرز مواقف الزعماء العرب من القضية الفلسطينية وهذه الاجتماعات الصاخبة اللي كانت تدار في اجتماعات جامعة الدول العربية. نشوفوا التقرير ونستقبلوا ضيفنا.